الإنسان ثقافة الاحترام الحد المدير لكلمة الوزارة التربية الوطنية والتطوير المهني الجديدة على عدم إطلاق هذه المناسبة الضمون دون الوقوف. في خصوص اللغة. نعم، اللغة العربية.
هذا اللقاء اللي هو ماشي غريب على المديرية ديال الجديدة وقائد المديرية الجديدة وكذلك الأطر الجديدة خاصة الشريحة ديال التربية والتعليم، وليست مفاجأة، هذه سنة اعتدناها منذ سنوات الاحتفاء بالنساء، وهذا الاحتفال اللي كان اليوم كان احتفال رائع من نوع آخر. إذن اليوم يخلد العالم اليوم العالمي للمرأة، وعلى غرار ذلك تخلد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة هذه الذكرى التي ترمز إلى الاعتراف بالمجهودات التي تقدمها المرأة في جميع المناحي. اليوم في مديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة ارتأينا أن نضمن حفلا بسيطا لكن ذو دلالة كبيرة.